تأخر وتساقط الأمطار بالجهة الغربية للوطن وخاصة بولاية غليزان كان سببا في ظهور عدة أمراض فطرية وبكتيرية بمحصول الأرض الشوكي هذا الموسم، وضع أجبر فلاحي هذه الشعبة على تكثيف عمليات المعالجة الكيميائية للمنتوج تفاديا لتوسعها لباقي المساحة. كيما طيحش النو كيما طيحش المطر تكون هذه الدودة، تكون هذه الزياتة، يتكونوا بزاف أمراض تكون في القرنون كيما طيح الناش المطر. واش تأثر عليه؟ تأثر في النبتة في المنتوج، في الحبة نتاعها تفسد الحب. الأمراض بروحها تزيد كون ما طيحش النو، يزيد تقوى الأمراض هذه، تقوى الأمراض هذه ويقوى الدواء تاعها الماكلة تاعها. إلا طاحت النو عادك طيح النو شوية عادك باه الأخرى تروى شوية الدودة هذيك تخرج. تواصل هذه الوضعية الجوية حسب الفلاحين يؤثر مباشرة على مردود ونوعية المنتوج، ويرفع من تكاليف الإنتاج في ظل غلاء الأدوية المستعملة في عمليات مكافحة هذه الأمراض. هاو يزيد عليك دوك أنت يمين داوي كون طيح المطر مثال داوي خطرة ولا ما تداويش، بصح كي ما يطيحش المطر ربع خطرة لا خمسة وفي الشك. خاطر على بالك باللي تركبوا الزيات تطلبوا الاخر يقعد داوي لا ما داويش يروح. المطر يغسل هذه الادويه اللي نديروا فيها وهذا نطلبوا ربي يغيثنا نطلبوا ربي يغيثنا الا ما جاش المطر ناقصه بزاف ناقصه. ما يجيش المطر يدير ربع حبات خمسه بصح كون يجي المطر يلحق حتى 16 حبه 15 حبه من المنتوج تاعو. فرغم هذه الظروف الا ان فلاحي منطقه سيدي خطاب يعملون على توفير منتوج الارض الشوكي مبكرا في الاسواق،